أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يسكن معي أخي في البيت وهو تارك للصلاة، وقد نصحته عدة مرات، فهل أنا محاسب عند الله عز وجل يوم القيامة لترك أخي للصلاة؟ محاسب على بقائك معه في بيت واحد. إذا أبى يصلي لا تسكنه في البيت، إما أن تخرج من البيت إن كان البيت له، تخرج أنت، والمساكن كثيرة ولله الحمد، وإن كان البيت لك تخرجه ولا يبقى معك وهو لا يصلي. نعم.